Subscribe. Hi everyone. Today we're gonna make some simple sandwiches. اليوم غادي نصايبو دي سامبل ساندويتش نقدر نحتاجهم في رحلات الخارج للطبيعة. دونك عندنا شوية ديال الزيتون, a little bit of olives, and one potato with salt and pepper and persil. عندنا بطاطا مسلوقة مع الملح وبزار وبيرسيل. هنايا خيزويا وحده محكوكه, و we have one carrot and a little bit of rice. عندنا شويه ديال الروز مسلوق, الحبات طويله, هنايا لانشون محكوك, هو هذا لحم الديك الرومي. تقدروا تستعملوا الكاشير الى ما عندكمش لانشون. بالنسبه للرز راه مسلوق في الماء المملح وشي الخرقوم باش نحصلوا على هذا الرز الاصفر. we have one tomato. عندنا طوماط مقطعة, لحم ديك الرومي أو لا لا داند, سلايس تركي ميت مقطع على هذا الحجم, هذا قطع صغيرة, هنايا عندنا بصلة صغيرة مقطعة طريفات, و درس ديال التومة غنقطعو على قطع صغيرة, وأخيرا خبز الساندويتش كيتباع جاهز في المحلة التجارية. we have a sandwich bread. غنحتاجو مقلاة. نبداو على بركة الله. ندير شوية الزيت, نشحو لدن ديالنا, نضيفو البصلة و التومة المسكسكة, الربع و التوابل, الملح, كمون, خرقوم, البزار, بيبر, بودرة الثوم اختيارية إذا ما كانش عندكم مستعملوهاش. نشحر هاد لدن ديالنا, كيجي مشحر بحال هكا. دابا غادي نعملو الساندويتش ديالنا. مطيشة, مايونيز, شوية الزيتون, بطاطا, خيزو, روز, لانشون, داند,
استخدام الضغط. بالنسبة للصوص على حسب الاختيار. هما لي ساندويتش ديالنا واجدين، دابا غادي نحمرهم في الفران ونطلقهم من بعد تو ذا فور، ندخلهم للفران. دابا نجبد لي ساندويتش ديالي من الفران. دابا غادي نقطعها باش نشوفو كي كتجي. هانتوما كيفاش كتجي، رائعة ولذيذة. كيبان الساندويتش عامر، ودابا غادي نحطو في طبق التقديم. هاهما لي ساندويتش ديالنا، رافقت معاهم لي فخيت، وهنايا كاين لاصوص. لاصوص بالاختيار تقدروا ديروا اللي كتفضلوا. كاين هنا كيتشوب، وهنايا مايونيز مع بيرسين تكتك ربع. لي ساندويتش كنحتاجوهم في الرحلات والخارج للطبيعه ولا الكامبينغ، سهلين في التحضير وكيشبعوا. لذيذ، كنصحكم تجربوهم، راهم كيجيو لذاذ 100%. وما تنساوش الاشتراك في القناه ولي كومونتير ديالكم زوينين كيفرحوني بزاف. ونتشوفوا في فيديو قادم الى الملتقى ان شاء الله. وصفه جديده وجديده. Subscribe. Ring the bell.